المطالب السياسية هي الثابت الوحيد في حراك الطلبة الجزائريين، أما مسار المظاهرات وشوارع عبورها فتتغير من أسبوع لآخر حسب الاستعدادات الأمنية. فبعد أن انطلق المتظاهرون من ساحة الشهداء نحو شارع العرب بن مهيدي وسط العاصمة، بدأ الكر والفر مع قوات الأمن، لتتوجه الحشود نحو مقر الغرفة السفلى للبرلمان وتعبر عن رفضها للانتخابات البرلمانية المقبلة. فيما يخص الانتخابات رغم تدعو لها السلطة في الظرف الحالي، فما هي إلا تغيير وجهها. إن لم تكن هنالك فتح لمجال إعلامي، إن لم يطلق سراح معتقلين، إن لم يتركونا نسير في شوارعنا بكل حرية، فلن تكون هنالك انتخابات، ولن تكون هنالك حوار ولا تفاوض. مظاهرات الطلبة لقيت دعما من المواطنين، فالمطلب واحد، والأزمة السياسية حسبهم تتطلب حلولا واقعية لا تخطئ أهداف حراك 22 فبراير. نريد الشعب الجزائري أن يكون هو السيد في كل القرارات السيادية، وأن نصل لاستقلال حقيقي وبناء دولة العدل والقانون. نحن نريد كل سلطة، يعني تطبيق المادة 87 هي السلطة للشعب، ما يعني أن الشعب حر في قراراته. وقد حددت السلطة المستقلة للانتخابات الفترة الممتدة من 16 إلى 22 مارس موعداً لبداية مراجعة القوائم الانتخابية. موجة الرفض تزداد حدتها يوماً بعد يوم، ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطة المستقلة للانتخابات عن بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، يؤكد هؤلاء المتظاهرون على رفضهم للمسار الحالي ومقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.